يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. عندنا أخبار كتير متنوعة سواء على الصعيد المحلي العالمي، وبالتحديد كمان كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، في أخبار وتفاصيل مهمة جدا على مدار حلقة اليوم من هذا البرنامج. كمان مستنيين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو في رأي حضرتك مين هو أفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز بعد انتهائها، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة اليوم من الترند. لكن البداية دايما بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: بعثة الأهلي تتوجه إلى النيجر لبدء مشوار العاشرة بإذن الله. لسه مع ترند الأهلي: عبد الحفيظ رئيسا للبعثة. أما في ترند العالمي: بيج رامي يفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، ألف مليون مبروك. طيب أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات العالمية. النهاردة في عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي تحديدا، هو أقوى دوري في العالم يعني في كل الأحوال. برايتون لعب مع شيفيلد يونايتد، مباراة شهدت حالة طرد في صفوف شيفيلد، ورغم ذلك انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وبرايتون هو اللي تعادل في الدقائق الأخيرة عن طريق ويلبك في الدقيقة 87 تحديدا، هدف لبرايتون في شباك شيفيلد يونايتد عشان تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. في هذه اللحظات مباراة ابتدت الساعة 4:15 ما بين توتنهام وليستر سيتي، شغالة لحد دلوقتي تعادل سلبي بدون أهداف، مباراة قوية جدا. مانشستر يونايتد عنده أيضا مباراة غاية في القوة أمام فريق ليدز يونايتد الساعة 6:30، وويست بروميتش ألبيون مع أستون فيلا الساعة 10:15 بالليل. الدوري الأسباني: سيلتا فيجو مع ديبورتيفو ألافيز، مباراة انتهت بفوز سيلتا فيجو بنتيجة 2-0. غرناطة هيلعب كمان ربع ساعة مع ريال بيتيس، وكادش مع ختافي الساعة 7:30، وإيبار مع ريال مدريد الساعة 10 بالليل. الدوري الإيطالي: عدد كبير من المباريات النهاردة. تورينو اتعادل مع بولونيا 1-1، مباراة كمان شغالة دلوقتي ما بين بنفينتو وجينوا، تعادل سلبي بدون أهداف. كالياري في نفس التوقيت بيلعب أودينيزي، تقدم كالياري 1-0 حتى هذه اللحظات. الإنتر بيلعب سبيزيا والتعادل السلبي مازال مستمر. ساسولو خسران من ميلان 2-0، مباراة أيضا بتلعب في نفس التوقيت، والساعة 7 هتكون مباراة أتلانتا مع روما، والساعة 10:15 لاتسيو مع نابولي. دي أهم المباريات في الدوريات الكبرى في أوروبا تحديدا، لكن التفاصيل بقى الأهم بالنسبة لنا هي تفاصيل النادي الأهلي، وبالتحديد كل ما يتعلق بالفريق الأول لكرة أخباره هتكون معنا بعد الفاصل. استنونا.